كان يا مكان كان في ولدين أخوات اسمهم علي وعمر. النهاردة عيد الأضحى. أول لما صحيوا من النوم علي قال لعمر: كل سنة وانت طيب يا عمر، يلا بينا نعمل اللي اتفقنا عليه امبارح. وانت طيب وبخير يا علي، يلا نروح لماما نعيد عليها وناخد العيدية. وفعلا علي وعمر خرجوا الصالة علشان يعيدوا على مامتهم ويقولوا لها كل سنة وهي طيبة وياخدوا العيدية. لما مامتهم شافتهم قالت لهم: حبايب ماما كل سنة وانتوا طيبين. صباح الخير، صباح يا ماما. النور يا ماما. كل سنة وانت كل طيبة. سنة وانت طيبة وبخير وسعادة. وانتوا طيبين يا روح قلب ماما، اتفضلوا العيدية بتاعتكم اهي، وخلوا بالكوا على نفسكم، عايزاكوا تنبسطوا. مامتهم قعدت تدعي لهم وهم نازلين: ربنا يا رب ينفع بيكم الإسلام والمسلمين. تفتكروا يا أصحابي علي وعمر هيعملوا إيه بالعيدية؟ نزلوا السوبر ماركت اشتروا بلالين وراحوا علشان يوزعوها على الناس في المسجد، لأن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. بعد صلاة العيد علي وعمر وزعوا كل البلالين على كل الناس وقالوا للناس كلها: كل سنة وانتوا طيبين. البلالين عملت أجواء حلوة قوي والناس كلها كانت مبسوطة وسعيدة. يا عمر ايه رأيك ننظف المسجد؟ طبعا يا علي يلا بينا. علي وعمر وهما بينظفوا المسجد الشيخ كان بينظف معاهم وشكرهم وقال لهم: تسلم ايديكم، انتم حقيقي اصدقاء المسجد، كل مرة بتيجوا بتنظفوا المسجد وبتخلوه حلو قوي، شكرا جدا يا علي وعمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. كان يا مكان كان في ولد شاطر جدا ومؤدب اسمه يونس. وفي يوم من الأيام وهو قاعد في الفصل: إيه ده يا يونس؟ إيه الشنطة الغريبة دي؟ شكلها مش حلو خالص. تفتكر؟ طبعا يا ابني شكلها مش حلو ولونها مش حلو. بقولك إيه، أشوفك بكرة وما تجيش بالشنطة دي تاني. يونس كان زعلان جدا ولما المدرسة خلصت أخد الشنطة وروح على طول. يونس حبيبي وحشت ماما يا روح ماما. مالك يا يونس فيك إيه؟ زعلان ليه يا يونس؟ مفيش حاجة يا ماما، مفيش حاجة يا بابا. ودخل يونس على الأوضة بتاعته. الحق يا عمر يونس شكله زعلان، تعال نشوف ماله. يلا بينا. مامته وبابا دخل وراه الأوضة. يونس يا حبيبي تعالى قولي يا روح ماما ايه اللي حصل. زعلان ليه يا حبيب بابا؟ بص يا يونس احنا جنبك، في اي وقت تحب تتكلم ماما وبابا دايما هيسمعوك، ماما وبابا دايما هيساعدوك. بصراحة في ولد النهاردة في الفصل قاعد يتكلم على الشنطة بتاعتي، بيقول ان شنطتي مش حلوة ولونها مش حلو وانا مش عايزة اروح بالشنطة دي تاني. طب انا عايزة اسألك يا يونس، انت بتحب الشنطة دي؟ انا بحبها قوي وبحب لونها وبحب شكلها وحتى بحب رسمة الكرة اللي عليها قوي. انا رأيي طالما انت بتحب الشنطة دي ومقتنع بيها يبقى ما تغيرهاش ابدا يا يونس، لان ما ينفعش اي حد يعلق على حاجة تخصنا نروح نجري ونغيرها، وما ينفعش نسمح لحد يهز ثقتنا بنفسنا. ولو حابب تغيرها انا معاك. شكرا يا ماما، شكرا يا بابا. تصبح على خير يا يونس. تصبح على خير يا يونس. وانتوا من اهل الخير. ويونس قبل ما ينام قعد يفكر وقرر ان هو هيروح بكرة المدرسة بالشنطة دي لانه مقتنع بيها وبيحبها ومش هيسمح لأي حد يهز ثقته بنفسه. وقبل ما ينام قال دعاء النوم: بسمك اللهم اموت واحيا. ونام ننا. ولما صحى قال دعاء الصحيان: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. جهز شنطته وراح على طول على المطبخ علشان يعمل السندوتشات قبل ما ينزل المدرسة. جهز السندوتشات بتاعته وحطها في اللانش بوكس، وحط اللانش بوكس في الشنطة وراح على طول علشان يسلم على مامته وباباه قبل ما ينزل. صباح الخير يا يونس، احضر لك السندوتشات. شكرا يا ماما، انا بحب اعمل السندوتشات لوحدي. محتاجين حاجة مني قبل ما انزل؟ تسلم يا يونس. شكرا. تسلم يا روح ماما، عايزة سلامتك. ويونس يا اصحابي نزل المدرسة. ولما دخل الفصل: ايه ده يا يونس، انت جيت بالشنطة دي ليه؟ انا مش قلت لك ما تجيش بالشنطة دي تاني؟
أنا بحب الشنطة دي وبحب لونها وبحب شكلها ومقتنع بيها جدا ومش هغيرها أبدا. ماشي، أنت حر. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. كان يا مكان كان في ولدين أخوات اسمهم خالد ويحيى، كانوا شاطرين وحلوين مؤدبين وبيسمعوا كلام ماما وبابا. في يوم من الأيام وهم ماشيين في الشارع لقوا فلوس على الأرض، أخدوها وما كانوش عارفين الفلوس دي بتاعت مين. يحيى، تفتكر الفلوس دي بتاعت عمه اللي كان واقف هنا؟ أعتقد آه، تعالى نجري وراه علشان نديله الفلوس بتاعته بسرعة. وفعلا يا أصحابي، خالد ويحيى أخدوا الفلوس وجري ورا عمه علشان يدوله الفلوس بتاعته. يا رب نلحقه علشان نديله الفلوس بتاعته. ما تقلقش، هنلحقه إن شاء الله. دخل عمه وقعد يشتري حاجات، اشترى عيش واشترى شيبسي، وبعدين راح اشترى كيكة، بعدين جه يدفع الفلوس ملقاش الفلوس معاه. يا الله، مش لاقي الفلوس بتاعتي، يا ترى راحت فين؟ يا عمو يا عمو يا عمو، الفلوس دي وقعت من حضرتك يا عمو. ياه، شكرا يا أطفال، شكرا جدا للأمانة بتاعتكم، ما شاء الله عليكم، ربنا يحميكم. خالد ويحيى كانوا فرحانين جدا إن هما قدروا يوصلوا الفلوس لصاحبها. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. كان يا مكان كان في أختين توأم حلوين وشاطرين اسمهم كرمة وكنزي، كانوا أول لما يصحوا من النوم بينظفوا أوضتهم. وفي يوم من الأيام مامتهم خرجت راحت مشوار، كرمة وكنزي اتفقوا يعملوا مفاجأة لمامتهم وينظفوا البيت كله. كرمة بدأت تجمع الجزم وتحطها في مكانها، كنزي جابت كيس وبدأت تلم الورق اللي في الأرض، كل واحدة فيهم جابت مساحة ومسحوا الأرض وخلوها زي الفل. خرجوا الصالة، جابوا مكنسة ومساحة وكنسوا الأرض ومسحوها، والصالة بقت زي الفل. بعدين دخلوا الحمام علشان ينظفوه، كنزي جابت المساحة ومسحت الأرض، وكرمة لمعت الحمام كويس لحد ما الحمام بقى نظيف وجميل. دخلوا المطبخ، كان في غسيل عايز يتنشر. بقولك ايه يا كنزي، ايه رأيك ننشر الغسيل؟ والله دي فكرة حلوة، استني هشيل السبت معاكي لحسن شكله تقيل قوي. شالوا سبت الغسيل مع بعض، كانوا قاعدين يضحكوا لان السبت كان هيقع منهم اكتر من مرة. بدأوا ينشروا ونشروا كل الغسيل، استغربوا جدا ازاي مامتهم بتعمل كل ده كل يوم، وقالوا انهم هيساعدوها على طول. دخلوا المطبخ علشان يعملوا مفاجأة حلوة قوي قوي لمامتهم، قرروا يطبخوا لها أكل جميل. قطعوا الفلفل وقطعوا البصل وغسلوا الفراخ وعملوا رز وعملوا لحمة وعملوا لمامتهم أكل رائع. وبعد شوية مامتهم جت، كانت لفت في الشقة وشافت الشقة عاملة ازاي وكانت طايرة من الفرحة. تسلم ايديكو، ايه الحلاوة دي، البيت تحفة، والله انتوا كمان طبختوا. بصراحة انت بتتعبي قوي يا ماما، ان شاء الله هنساعدك دايما. شكرا يا ماما على كل حاجة بتعمليها لنا. مامتهم قعدت تدعي لهم: ربنا يخليكم ليا يا كرمة وكنزي ويحميكم ويخليكم لبعض ويبارك فيكم. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كان يا مكان كان في ولد شاطر جدا ومؤدب اسمه معاز، أقرب أصحاب لمعاز اسمهم ياسين وبراء. اتفقوا التلاتة مع بعض إنهم يروحوا يذاكروا عند ياسين صاحبهم. معاز جهز حاجته ونظف أوضته
وخرج لمامته علشان يستأذنها قبل ما ينزل لأنه بيحب مامته وبيحترمها. ماما، أنا اتفقت مع ياسين وبراء إن احنا هنذاكر عند ياسين في البيت، فبعد إذنك ممكن أروح دلوقتي؟ ممكن طبعا تروح يا معاذ، بس انت متأكد ان البيت عند ياسين موافقين ان انت تروح عندهم؟ يا ماما ما تقلقيش، انا لسه مكلمه دلوقتي وقايلي تعالوا يلا. كلمت براء كمان وقالي ان هو جاهز. ماشي يا معاذ، يلا حبيبي انزل مع السلامة. محتاجة مني حاجة يا ماما قبل ما انزل؟ لا يا حبيبي، عايزة سلامتك. مع السلامة يا ماما. خرج معاذ وبراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبدأ معاذ وبراء يخبطوا على باب البيت بتاع ياسين. هس، ما تخبطش تاني، خلاص احنا خبطنا 3 مرات. ليه؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا الاستئذان 3، فان اذن لك والا فرجع. يعني المفروض نستأذن 3 مرات بس. ممكن يكون مشغول او حصل حاجة. صح، ممكن حصل له ظروف ومش عارف يفتح. صح، وما ينفعش حتى نسأله انت ما فتحت لناش ليه. يلا بينا نروح دلوقتي ونبقى نطمن عليه بعدين. معاذ وبراء سلموا على بعض وكل واحد فيهم دخل بيته. لما معاذ دخل البيت، خير يا معاذ، انت جيت بسرعة ليه؟ يا ماما، انا خبطت 3 مرات والرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فرجع. هو بيتصل حالا اهو يا ماما، هرد عليه بعد إذنك. السلام عليكم، إزيك يا ياسين؟ وعليكم السلام، أنا آسف معرفتش أفتح لكم، تقدروا تيجوا دلوقتي؟ أنت متأكد يا ياسين إن احنا نقدر نيجي دلوقتي؟ لو عندك حاجة مش مشكلة، احنا ممكن منجيش. لا تعالوا يلا، أنا مستنيكم. ومعاذ أصحابي نزل وسلم على مامته وراح قابل براء وخبطه تاني على بيت ياسين، وعلى طول ياسين فتح له. وعايزة أقول لكم يا أصحابي إنهم ذكروا والتلاتة جابوا الدرجات النهائية في كل الامتحانات. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فرجع. كان يا مكان، كان في بنوتة جميلة شطورة وعسولة حلوة وأمورة، وكان اسمها سدن. وفي يوم من الأيام سدن كان عندها امتحان، كانت قلقانة وخايفة من الامتحان برغم إنها ذاكرت كويس قوي، فخرجت لمامتها علشان تقول لها قد إيه هي خايفة وتفضفض معاها. ماما، أنا ذاكرت كويس قوي بس بجد لسه خايفة ومش عارفة هعمل إيه بكرة، حاسة إن كل حاجة ذاكرتها نسياها. بصي يا سدن، أنا عارفة إن أنتي عملتي اللي عليكي وطول السنة بجد كنت بتذاكري، ربنا مش هيضيع تعبك أبدا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وأنتي ذاكرتي وعملتي اللي عليكي. وعايزة أقولك حاجة كمان، حتى لو غلطتي بكرة في الامتحان، كل الناس بتغلط وعادي إن احنا نغلط، المهم نحاول ما نكررش أغلطنا. كلامك بيريحني قوي يا ماما، شكرا إنك في حياتي. أنا هدخل أنام وريح جسمي علشان بكرة أكون فايقة وأنا بحل في الامتحان. مامتها قعدت تدعي لها ربنا يوفقها ويبارك فيها ويحفظها. سدن دخلت علشان تنام، ولما نامت قالت دعاء النوم، بسمك اللهم أموت وأحيا. ولما صحيت قالت دعاء الصحيان، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. لما صحت سدن من النوم جهزت شنطتها وجهزت حاجتها ونزلت على المدرسة، قابلت صاحبتها وسلمت عليهم ودخلوا الفصل على طول. كلام مامة سدن كان مطمنها قوي، ولما الامتحان بدأ كانت مطمنة ومرتاحة. خلصوا الامتحان، سدن وصاحبتها قعدوا يراجعوا الامتحان مع بعض، ولكن سدن اكتشفت ان عندها غلطة، بس على طول افتكرت كلام مامتها امبارح وهي بتقول لها انه عادي ان احنا نغلط وكل الناس بتغلط، المهم نحاول ما نكررش اغلطنا. فارتاحت وهدت وكملت يومها عادي، سلمت على أصحابها وكل واحدة فيهم روحت بيتها. بس سدن جه في بالها فكرة جميلة، قررت إن هي تعدي على محل ورد وتشتري لمامتها بوكيه ورد جميل.
لما روحت البيت أول حاجة عملتها شكرت مامتها وادتها بوكيه الورد. الورد ده ليا؟ ده حلو قوي، تسلم إيدك يا سدن. أنا عايزة أقولك أنت يا ماما شكراً، شكراً إنك دايماً بتطمنيني ودايماً بتدعميني ودايماً واقفة جنبي. أي مشكلة في حياتي أنت بتساعديني فيها. حبيبتي يا سدن، أنت قلبي وروحي وعمري وحياتي، ربنا يخليك ليا ويحفظك. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. كان يا مكان كان في حمامة زعلانة وجناحها مكسور وتعبانة، كانت كل لما بتحاول تطير مش بتعرف وكانت بتتوجع وتتألم. فجأة ظهر ولد شاطر جدا ومؤدب اسمه مالك، فقال لها يا حمامة هو انت جناحك مكسور؟ هو انت تعبانة ومش عارفة تطيري؟ طيب انا هاخدك دلوقتي اوديكي للدكتور يكشف عليكي ويشوف انت فيكي ايه. وفعلا مالك اخدها ووداها للدكتور، ولما دخلت الدكتور جبسها وجبس جناحها وقال له ان شاء الله هتبقى كويسة كمان كم يوم. لما مالك خرج قعد يفكر ويقول يا ترى الحمامة هتعمل ايه لو انا سبتها في الشارع؟ ممكن ما تعرفش تطير وتجيب اكل لنفسها. انا بفكر اخدها معايا البيت واراعيها لحد ما جناحها يبقى سليم. لما وصل البيت سلم على اخته ليلى وحكى لها اللي حصل. فليلى قالت له انا فخورة بيك جدا يا مالك، بجد برافو عليك، انت رحيم بالحيوانات والطيور. واتفقوا مع بعض يأكلوها ويشربوها كل يوم، كانوا يجيبوا لها اكل ويشربوها، ومالك كمان كان بياخدها تنام معاه في الأوضة وكان بيلعب معاها طول الوقت. وعدت أيام كتير والحمامة قاعدة معاه، وكانت ليلى بتدخل تلعب مع مالك والحمامة كل يوم وتعودوا على الحمامة وأخدوا عليها. ويوم بعد يوم الحمامة كانت بتتحسن وكان جناحها بيقوى يوم بعد يوم، كمان بدأت الحمامة تطير وتروح هنا وتروح هنا، ولكن كانت تخبط في الأرض وتخبط في السقف وتخبط في الدولاب وتخبط في السرير، وما كانتش عارفة تطير جوه البيت أبدا. فمالك وليلى قرروا وقالوا احنا لازم نخرجها من الشباك لأن حياتها في البيت عندنا هتبقى صعبة جدا. وفعلا أخدوا الحمامة وخرجوا علشان يخرجوها من الشباك. ولما وصلوا عند الشباك كانوا زعلانين جدا، سلموا على الحمامة وسابوها تطير. ولكن يا أصحابي الحمامة كانت عرفت طريق بيتهم وكانت كل يوم بتيجي تزورهم وتلعب معاهم. مالك وليلى كل يوم كانوا بيحطوا للحمامة أكل عند الشباك، والحمامة كانت بتيجي تاكل عندهم. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. كان يا مكان كان في قط زعلان وكان جعان وعطشان، وكان يقعد يلف في الشارع ويروح هنا ويجي هنا ويدور على أكل هنا ويدور على مية هنا، ولكن كان مش بيلاقي أبدا. وفي يوم من الأيام كان في ولد شطور أمور وعسول حلو وصغير، أخد باله إن القط زعلان فقال له أنت مالك؟ أنت شكلك جعان وشكلك كمان عطشان، أنا هروح السوبر ماركت أشتري لك أكل وأجيب لك مية وإن شاء الله مش هتأخر أبدا. وفعلا الولد الشطور جري جري على السوبر ماركت وقال أنا هروح بسرعة أجيب له الأكل علشان يأكل ويشرب ويشبع، وأخد الأكل والمية وجري جري على القطة، حط قدامها الأكل وحط قدامها المية، والقطة قعدت تاكل وتاكل وتشرب وتشرب لحد لما شبعت، ولما شبعت نامت ننة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. كان يا مكان كان في بنوتة جميلة اسمها وعد، وفي يوم من الأيام الجو كان برد جدا، فمامتها قالت لها: يا وعد لو سمحت قبل ما تنزلي عايزاكي تلبسي تقيل لأن الجو برد جدا النهاردة. فوعد قالت لها: حاضر يا ماما. لأن وعد بتحب ماما وبتسمع كلامها، دخلت أوضتها ولبست لبس تقيل، وبعدين خرجت علشان تستأذن مامتها قبل ما تنزل تقابل صاحبتها. فقالت لها: يا ماما أنا لبست لبس تقيل، لو سمحت ممكن أنزل دلوقتي أقابل صاحبتي؟ فمامتها قالت لها: طبعا يا وعد، بس لو سمحت ما تتأخريش. وبعدين مامتها قعدت تدعي لها: ربنا يبارك فيك ويحفظك ويحميكي. فوعد قالت لها: شكرا يا ماما، شكرا ان انت بتدعي لي كل يوم. وسلموا على بعض ووعد نزلت. كانت مبسوطة جدا ان هي هتقابل صاحبتها، ولكن اول ما شافتها لاحظت ان صاحبتها زعلانة، فقالت لها: هو انت زعلانة ليه؟ قالت لها: بصراحة الجو برد جدا، وقبل ما انزل ماما قالت لي البسي الجاكيت، وانا قلت لها لا الجو مش مستاهل جاكيت، ودلوقتي ندمانة لأن الجو برد جدا، وبقول يا ريتني سمعت كلام ماما. وفجأة وهم واقفين الجو مطر، فالبنوتة زعلت جدا وكانت بردانة جدا وما كانتش عارفة تعمل ايه. فوعد قالت لها: ما تخافيش انا معايا جاكيت زيادة، اتفضلي البسيه. صاحبتها شكرتها وقالت لها: شكرا. وعد قالت لها: لا شكر على واجب، بس يلا نروح بسرعة لأن احنا كده هنغرق. وفعلا سلموا على بعض وكل واحدة فيهم روحت بيتها. البنوتة دخلت عند مامتها، مامتها كانت قلقانة عليها جدا ففتحت بسرعة، ولكن اتطمنت لما شافتها لابسة الجاكيت. فقالت لها: الجاكيت ده حلو قوي، جبتيه منين؟ فقالت لها: وعد صاحبتي ادتهولي، وانا اسفة جدا يا ماما ان انا ما سمعتش الكلام، انا كان المفروض اسمع كلامك لان فعلا الجو كان برد جدا، ومن النهاردة هسمع كلامك دايما. مامتها قالت لها: حصل خير، اهم حاجة عندي ان انتي كويسة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. كان يا مكان كان في ولد شاطر ومؤدب جدا اسمه زين، وزين كان بيحب يروح المدرسة. أقرب صاحب لزين اسمه حمزة، زين بيحب يروح المدرسة علشان يتعلم كل يوم حاجات جديدة. وفي يوم من الأيام وزي كل يوم جهز حاجته علشان ينزل المدرسة، وقبل ما ينزل سلم على تيتا وسألها: محتاجة أي حاجة يا تيتا قبل ما انزل؟ فتيتا قالت له: شكرا يا زين، أنا مش محتاجة أي حاجة، أنا بس عايزة سلامتك وعايزاك تاخد بالك من نفسك. فزين قال لها: حاضر يا تيتا، وسلم عليها ونزل. لما دخل الفصل زي كل يوم سلم على كل زمايله في الفصل، ولكن أخد باله إن حمزة مجاش النهاردة، فقرر إنه يتصل عليه ويطمن ويشوفه مجاش ليه. السلام عليكم، ازيك يا حمزة؟ انت تأخرت قوي، هو انت ما جيتش ليه لحد دلوقتي؟ فحمزة قال له: بصراحة انا تعبان جدا النهاردة ومش هقدر اجي، بس مش عارف هعمل ايه في الامتحانات الاسبوع اللي جاي، هيفوتني كده حاجات كتير قوي. فزين قال له: ما تقلقش خالص، انا هركز كويس جدا النهاردة، وان شاء الله اي حاجة هتفوتك انا هذاكرها لك بكرة. حمزة قال له: شكرا يا زين. زين قال له: لا شكر على واجب. ولما المدرسة خلصت زين روح بسرعة علشان يلحق يذاكر، علشان يقدر يذاكر لحمزة بكرة. سلم على تيتا وقال لها: يا تيتا، حمزة مجاش النهاردة، فانا هدخل بسرعة علشان اذاكر، علشان اقدر اذاكر لحمزة بكرة.
فتيتا قالت له: أنا فخورة بيك جدا يا زين إن أنت بتساعد أصحابك، بس ما تتأخرش في النوم علشان تقدر تبقى صاحي فايق وتقدر تركز في المدرسة. قال لها: حاضر يا تيتا، مش هتأخر إن شاء الله. زين طلع كتبه وحكته وقعد يذاكر ويذاكر ويذاكر، ذاكر كتير جدا وعمل ملخصات لحمزة. ولما خلص مذاكرة نظف المكتب ونظف أوضته ودخل علشان ينام ننة. وقبل ما ينام قال دعاء النوم: بسمك اللهم أموت وأحيا. ونام ننة. ولما صحى من النوم جهز حاجته ونزل علشان يقابل حمزة. سلم على تيتا بسرعة وتأكد إن هي مش محتاجة أي حاجة، ونزل المدرسة. كان متحمس جدا، سلم على كل زمايله في الفصل، وفجأة حمزة دخل عليه. فزين اداله كل حاجة هو خلصها له مبارح وقعد يذاكر له. مش بس كان بيذاكر لحمزة، كان بيذاكر لكل زمايله في الفصل، كلهم جابوا درجات حلوة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الفضائل أفضل؟ فقال: أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي له دينا، أو تطعمه خبزا. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. كان يا مكان كان في ولد أمور، شطور وعسول، حلو وصغير، وكان اسمه عبد الله. وعبد الله كان بيحب ماما وبابا وبيسمع كلامهم. وفي يوم من الأيام علي وعمر كلموا عبد الله علشان يتقابلوا يذاكروا في بيت عمر. فعبد الله خرج لمامته علشان يستأذنها إذا ينفع بكرة ينزل مع أصحابه ويذاكروا في بيت عمر. فخرج لمامته، فمامته ردت عليه وقالت له: يا عبد الله، لو الوقت مناسب لعمر وبيته مناسب روحوا عنده. قال لها: اه يا ماما، هو كلمنا ومأكد علينا. فقالت له: حاضر يا حبيبي، اتفضل روح ذاكر مع أصحابك بكرة إن شاء الله. دخل عبد الله أوضته وقفل النور، وكان متحمس وسعيد جداً. ولأنه كان متحمس وسعيد، لما نام على السرير ما كانش جايله نوم أبدا، كان مبسوط إنه هيروح يقابل أصحابه بكرة ويذاكر معاهم. عبد الله قال دعاء النوم: بسمك اللهم أموت وأحيا، وراح في النوم. ولما الفجر أذن عبد الله صحى من النوم علشان يتوضأ ويصلي الفجر. عبد الله صحى من النوم وفتح النور، وبعدين دخل على الحمام علشان يتوضأ. كان صاحي من النوم مبسوط وسعيد جدا ان هو هيشوف اصحابه ويذاكر معاهم، لان عبد الله بيتشجع جدا لما بيذاكر مع اصحابه. عبد الله دخل الحمام ودخل اتوضأ، وبعدين خرج علشان يصلي الفجر. عبد الله ولد شاطر ومهذب جدا، ومعروف بين أصحابه وبين المعلمين بتوعه إن هو شاطر ومجتهد، وكمان بيحب يحافظ على الصلاة والقرآن، علشان كده بيصحى دايما يصلي الفجر ويصلي كل الفروض. فرش السجادة وبدأ يصلي الفجر، دايما بيحس ان الصلاة بتطمنه. ولما خلص صلاة جاب المصحف وقعد يقرأ شوية قرآن. ولما خلص القرآن كان الموعد اللي اتفق مع اصحابه عليه جه. كان مبسوط ومتحمس، فخرج لمامته وقال لها: يا ماما، الموعد جه وعمر متفق معانا نروح له دلوقتي، ممكن لو سمحت اروح له؟ مامته قالت له: طبعا يا حبيبي اتفضل. خرج عبد الله. عبد الله كان متحمس ومبسوط، وعلي كمان كان متحمس ومبسوط. علي وعبد الله اتقابلوا وسلموا على بعض، وراحوا داخلين على بيت عمر.
خبطوا مرة واتنين وتلاتة، لكن عمر ما فتح لهمش. فجه علي علشان يخبط كمان مرة، عبد الله قال له لأ ما ينفعش. فعلي اتضايق جدا وقال له ازاي انا سامع صوت وقاعد جوه واحنا متفقين معاه المفروض يفتح لنا. فعبد الله قال له الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فرجع، يعني المفروض نخبط ثلاث مرات ولو ما فتحناش نرجع، إحنا ما نعرفش ظروفه أبدا، جايز عنده أي حاجة. علي قال له عندك حق، ورجع كل واحد فيهم على بيته. لما دخل عبد الله بيته مامته استغربت إن هو جه بسرعة، فقال لها يا ماما أنا خبطت تلات مرات وهو ما فتح ليش، معنى كده إن هو عنده ظروف أو مش عايز يدخلنا دلوقتي. فمامته قالت له برافو عليك، وبرضو المفروض كنتوا تتكلموا في التليفون الأول قبل ما تروحوا. قال لها صح يا ماما عندك حق. وهم واقفين بيتكلموا مع بعض، عمر اتصل على علي وعبد الله وقال لهم أنا آسف أنا معرفتش أفتح لكم، تقدروا تتفضلوا دلوقتي. عبد الله رجع استأذن من مامته تاني، ومامته وافقت وقالت له اتفضل. نزل عبد الله وعلي واتقابلوا وراحوا تاني عند بيت عمر. لما وصلوا عند البيت خبطوا مرة واحدة وعمر فتح لهم. عمر استقبلهم استقبال كويس جدا، ومامة عمر كمان استقبلتهم وقعدت تدعي لهم ربنا يوفقهم في الامتحانات. دخل عمر وعبد الله وعلي الأوضة وقعدوا يذاكروا مع بعض، وكانوا متشجعين وفعلا خلصوا المذاكرة اللي عليهم، ولما دخلوا الامتحان حلوا كويس جدا وكلهم كانوا من الأوائل وكانوا متفوقين وجابوا درجات عالية. ودي كانت قصة الثلاثة الأصحاب عبد الله وعلي وعمر. وعبد الله يا حلوين عايز يفكركم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فرجع. ودي كانت قصة النهاردة. لو عايزين قصة باسم كان يا مكان، كان في ولد شطور أمور وعسول حلو وصغير وكان اسمه إياد، كانوا دايما يقولوا له اياد الشطور لانه كان شاطر جدا وبيحب ماما وبابا وبيحب اصحابه وبيحب يروح المدرسه. وفي يوم من الايام اياد كان عايز ينزل المدرسه زي كل يوم، فلبس هدومه لوحده وخرج لمامته في الصاله علشان يسلم عليها قبل ما يروح المدرسه. سلم على مامته، ومامته قعدت تدعي له ربنا يوفقه في المذاكرة والامتحانات وفي كل خطوة يمشيها. راح إياد المدرسة، وكالعادة زي كل يوم لما بيروح المدرسة أول حاجة بيعملها بيروح يسلم على صاحبه مراد. قابل مراد وقعدوا يتكلموا، ولكن مراد كان شكله متغير. فإياد سأله مالك يا مراد، انت شكلك زعلان ليه؟ فمراد قال له بصراحة ماما تعبانة جدا ومحتاجة عملية غالية جدا ومش معانا الفلوس بتاعتها، وانا زعلان ومش عارف اساعدها ازاي. إياد زعل جدا من الحالة اللي مراد فيها، وزعل جدا على مامة مراد التعبانة، ولكن لأنهم صغيرين إياد ما كانش لاقي أي كلام يقول لمراد، فقال له ربنا يشفيها ويعافيها وإن شاء الله هنحاول نلاقي حل. لما إياد ومراد دخلوا الفصل الاتنين كانوا مش مركزين أبدا، وكانوا بيفكروا في الموضوع وكانوا عايزين يروحوا بسرعة. إياد لما وصل البيت كان باين عليه الزعل جدا، مامته قابلته وسلمت عليه ولاحظت ان هو حزين، فسألته مالك يا اياد ايه اللي مزعلك؟ فقال لها يا ماما انا متضايق شوية، لو سمحت هدخل اقعد في الأوضة لوحدي شوية. اياد دخل اوضته وفتح الحصالة وطلع الفلوس منها، ولكن لقى ان الفلوس اللي معاه قليلة جدا فزعل اكتر وكان مش عارف يعمل ايه. مامته خبطت عليه وقالت له يا اياد لو سمحت ممكن ادخل؟ قال لها اتفضلي يا ماما.
قالت له مالك يا حبيبي، ايه اللي مزعلك؟ قال لها بصراحة مامة صاحبي تعبانة ومحتاجة فلوس علشان تعمل عملية، وهما مش معاهم فلوس يدفعوا، وكنت ناوي ادفع من معايا بس الفلوس اللي في الحصالة بتاعتي قليلة جدا، ومرضتش اقولك لان المفروض ان دي صدقة وانت قلتيلي ان الصدقة تبقى في السر احسن. قالت له صح يا اياد، برافو عليك، الصدقة فعلا في السر حلوة، بس في صدقة كمان في العلانية، يعني ممكن كل الناس تبقى عارفة عادي، وده علشان نشجع الناس على الصدقة، وربنا بيحاسبنا على نيتنا. يعني انت مش ناوي مثلا تترسم او تتمنظر ان انت بتتصدق على صاحبك ابدا، لا انت فعلا عايز تساعده، فربنا هيحاسبك على ده. فلو كنت لما جيت وطلبت مني مساعدة انت بس عايزني اساعدك علشان نقدر نساعد مامة صاحبك، فانا دلوقتي هخرج واكلم صاحباتي واشوف اذا ينفع نجمع من بعض المبلغ ونديه لمامة صاحبك. مامة اياد خرجت وكلمت كل صاحباتها وقالت لهم ان في حد محتاج فلوس، واللي يقدر يساعد باي مبلغ حتى لو بسيط هيبقى حاجة كويسة جدا. صاحباتها كلهم رحبوا بالفكرة جدا وقالوا لها احنا معاكي. مامة اياد دخلت عشان تقول له الخبر السعيد ده، خبطت على الباب واستأذنته، واياد قال لها اتفضلي يا ماما. دخلت له وقالت له يا اياد، انا كل صحباتي اتفقوا ان هم هيجمعوا المبلغ مع بعض وان شاء الله نقدر نساعد مامة صاحبك. اياد فرح جدا وقال لها يا ماما، انا كمان فكرت في حاجة وكنت عايز استأذنك فيها، ممكن انزل اشتغل في اي محل علشان اقدر ان انا اعتمد على نفسي واقدر اعمل فلوس. مامته قالت له ماشي، انا هكلم لك صاحب محل وتروح تشتغل عنده. وكانت مبسوطة وفخورة بيه جدا ان هو عايز يعتمد على نفسه. وفعلا اياد نزل يشتغل في محل خضار وفواكه، وكان بينظم الخضار والفواكه لصاحب المحل، وكان بيشتغل وقت قليل جدا علشان الشغل ده ما يأثرش ابدا على مذاكرته وعلى واجباته. ولما اياد جمع المبلغ نزل المدرسة علشان يقابل مراد صاحبه، حط الفلوس في علبة شكلها جميل جدا وراح لمراد وقال له أنا عندي ليك مفاجأة، أنا جمعت الفلوس لعملية مامتك. مراد فرح جدا ومن فرحته ما كانش عارف يعبر لإياد عن شكره، أخذ الفلوس وقال له إيه رأيك تيجي عندي البيت ندي الفلوس لماما مع بعض. إياد قال له ماشي، وإياد كلم مامته يستأذنها لو ينفع تعدي عليهم تاخدهم علشان توديهم عند مامة مراد. مامة إياد رحبت بالفكرة جدا، وفعلا عدت عليهم المدرسة وأخدتهم معاها بالعربية. كان إياد ومراد فرحانين ومبسوطين، وكان نفسهم قوي يشوفوا مامة مراد ويشوفوا الفرحة في عينيها لما تاخد الفلوس وتعمل العملية. لما وصلوا البيت مراد وإياد ومامة إياد نزلوا من العربية ودخلوا البيت علشان يشوفوا مامة مراد. مراد دخل ومعاه الفلوس، ومامة مراد ما كانتش مصدقة نفسها من الفرحة، وقعدت تشكرهم وتشكر إياد وتشكر مامة إياد، ومامة إياد قعدت تدعي لها كتير جدا ربنا يقومها بالسلامة ويشفيها ويعافيها. وعلى فكرة يا أصحابي، أنا عايزة أقول لكم إن مامة مراد عملت العملية وبقت كويسة جدا، وبقت مامة مراد ومامة إياد أعز صحاب. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. وإياد يا أصحابي عايز يفكركم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا يظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه،
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال كان في ولد أمور عسول وشطور حلو وصغير وكان اسمه يوسف، ويوسف كان بيحب ماما وبابا وبيسمع كلامهم. وفي يوم من الأيام وهو ماشي في الشارع كان جعان فطلع تفاحة وأكلها، ولما خلص التفاحة رمى بقيتها في الباسكت. وهو ماشي في الشارع شاف ولد بياكل موزة، ولما خلص الموزة رمى قشرة الموزة على الأرض. فيوسف قال له ليه كده يا ولد، انت ليه رميت قشرة الموزة على الأرض؟ الباسكت جنبنا كان ممكن ترميها في الباسكت. فالولد قال له عادي مكسل أروح أرميها في الباسكت. وهم واقفين بيتكلموا طنط العجوزة كانت ماشية في الشارع واتزحلقت في قشرة الموزة. فيوسف والولد اتخضوا جدا، وطنط العجوزة قعدت تقول يا رجلي يا ظهري محتاجة مساعدة، كلمولي الإسعاف، أنا مش عارفة أمشي، أنا مش عارفة أقوم. فالولد طلع التليفون بسرعة وكلم الإسعاف وقال لهم ألو، في طنط عجوزة وقعت في الشارع ومحتاجة مساعدة، أرجوكم تعالوا انقذوها. وفعلا الإسعاف جه بسرعة جدا وأخد طنط العجوزة ووداها المستشفى. ولكن يوسف والولد كانوا زعلانين جدا. وبعد شوية يوسف قال له خلاص اللي حصل حصل، دلوقتي المفروض انت تعمل ايه؟ فالولد قال له طبعا لازم اخد قشرة الموزة دي اول حاجة وارميها في الباسكت. فيوسف قال له برافو عليك، ارميها في الباسكت وتعال علشان عايز اقولك حاجة مهمة جدا. فالولد رجع له ويوسف قال له انت عارف ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا ان إماطة الأذى عن الطريق صدقة؟ فالولد قال له يعني ايه؟ قال له يعني ابعاد الأذى عن الطريق صدقة، يعني لو انت ماشي في الشارع ولقيت ازاز او قشر موز ورميته في حتة بعيدة علشان محدش يتأذي ربنا هيحسبها لك صدقة. فالولد قال له انا ما كنتش اعرف وبجد انا ندمان. فيوسف قال له المهم ان انت تعلمت الدرس، وممكن كمان نكلم حد من اهلنا ويودينا المستشفى علشان نطمن على طنط العجوزة. وفعلا الولد كلم مامته وحكالها الموضوع باختصار، ومامته رحبت بالفكرة جدا وجد اخدتهم علشان يروحوا يزوروا طنط في المستشفى. مامتهم جت اخدتهم وودتهم عند طنط. في المستشفى طنط العجوزة كانت قاعدة على سرير، والدكتور دخل عليها فقالت له يا دكتور أنا فيا إيه؟ الدكتور قال لها دي حاجة بسيطة خالص، شرخ في رجلك بسيط وإن شاء الله يومين وهتبقي زي الفل. فطنط العجوزة اطمنت، والدكتور كمل كلامه وقال لها في ولدين عايزين يطمنوا عليكي واقفين بره. فطنط العجوزة قالت له خليهم يتفضلوا. فيوسف والولد دخلوا، والولد قعد يعتذر لها ويقول لها ان هو اللي وقع الموزة وان هو ندمان جدا وان هو آسف على اللي حصل. فطنط العجوزة قالت له ما تعتذرش ولا حاجة، ان شاء الله انا هبقى كويسة، بس المهم انت تكون تعلمت الدرس ان انت ابدا ما ترميش اي حاجة في الشارع. فالولد قال لها فعلا أنا تعلمت الدرس ومش هرمي حاجة في الشارع أبدا أبدا، ويوسف كمان قال لي إن إبعاد الأذى عن الطريق صدق، وأنا من هنا ورايح أي حاجة هشوفها في الشارع هرميها في الباسكت. وتوتة توتة خلصت الحدوتة،
ويوسف يا حلوين عايز يفكركم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وبكده نكون خلصنا. سلام عليكم، ازيكم يا أصحابي؟ أنا عايز أفكركم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نقولهم مع بعض تاني: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. مع السلامة. أنا عايز أعدي الطريق بس خايف، هبص يمين وهبص شمال، ولما الطريق يبقى فاضي خالص هعدي بسرعة جدا 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 جدا. وصلت الحمد لله. باي. كان يا مكان كان في بنوتة جميلة اسمها حبيبة، وفي يوم من الأيام حبيبة كانت عايزة تخرج مع أصحابها، فخرجت لباباها علشان تستأذنه إذا ينفع تنزل مع أصحابها. فقالت له: يا بابا، أنا نظفت أوضتي كويس جدا، وكمان خلصت كل الواجب اللي علي، لو سمحت ممكن أنزل أقعد مع أصحابي شوية؟ فقال لها: طبعا يا حبيب تقدري تنزلي، بس لو سمحت ما تتأخريش وطمنيني عليكي. قالت له: حاضر يا بابا، وسلمت عليه ونزلت. لما أصحابها شافوها قالوا لها: السلام عليكم. قالت لهم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقعدوا يتكلموا مع بعض كتير جدا. وبعد شوية جانا صاحبتهم قالت لهم: ماما طلبت مني أشتري لها حاجات كتير قوي من السوبر ماركت، أنا هروح دلوقتي علشان أشتري الحاجات قبل ما أروح البيت. فقالوا لها: احنا هنيجي معاكي نساعدك وانت بتشتري الحاجات. وفعلا راحوا كلهم على السوبر ماركت علشان يساعدوا صاحبتهم جنى. وصلوا السوبر ماركت ودخلوا كلهم علشان يشتروا الحاجات اللي مامة جنى محتاجاها. ولما خرجوا حبيبة لاحظت ان الاكياس كتير قوي وجنى مش هتقدر ابدا تشيلهم لوحدها، فعرضت عليها المساعدة. قالت لها: يا جنى، انا اقدر اساعدك، حطي كل الاكياس على رجلي واحنا نوصلك لحد البيت علشان الاكياس كتير قوي عليك. فجنى قالت لها: بجد شكرا جدا. حبيبة قالت لها: لا شكر على واجب. وراحوا يوصلوا جنى. لما وصلوا عند بيت جنى، حبيبة ادت كل الاكياس لجنى، قالت لها: تفضلي. جنى قالت لها: شكرا، جزاك الله خيرا، وسلمت عليهم ودخلت بيتها. وكل واحد فيهم روح بيته، وتوتة توتة خلصت الحدوتة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم.